البورد سيكيورتي بقى. البورد سيكيورتي انا عشان اطبق حكايه البورد سيكيورتي دي تمام، لازم ان البورت الاول بالنسبه لي يكون المود بتاعه اكسس. يبقى البورد سيكيورتي ده ما بيطبقش غير على بورتات حالتها اكسس. ايه البورد سيكيورتي؟ هناخد ازاي نربط البورت بتاعنا مع الماك اللي متوصل بيه ستاتيك ماك، ازاي كل بورت نربطه بالماك بتاعه. ثانيا هناخد ازاي نخلي البورت ذات نفسه يتعلم الماك دايناميك، بس لما يجي يخزنه ستاتيك، وهنشوف ازاي دي بنعملها. لما يجي يخزنه يعمله استور ستاتيك. هناخد كمان ازاي كل بورت نخليه يتعلم اكتر من ماك ويخزنه من ستاتيك، فهناخد حاجة اسمها ماكسيموم. وهناخد حاجة كمان اسمها الفيوليشن في الحتة دي. يعني ايه كلمة فيوليشن؟ الفيوليشن معناها ان لو الماك اللي انت مخزنه ستاتيك ده حد شاله وحط مكانه ماك جديد، ايه اللي يحصل؟ هل البورت يقفل ولازم انت تخش تفتحه، ولا البورت يقفل ويشتغل لو انت رجعت الماك القديم زي ما كان، ولا البورت يفتح لو رجعت الماك زي ما كان بس يبعت لك لوج؟ الحاجات دي كلها ناخدها بالتفصيل دلوقتي. بس اول حاجه بقولها عشان اطبق البورت سيكيورتي، لازم البورت بتاعي يكون الوضع بتاعه ستاتيك اكسس. يبقى ما ينفعش البورت سيكيورتي ده يتطبق على بورتات حالتها دايناميك. ما ينفعش يتطبق على بورتات يا شباب حالتها دايناميك، لازم البورت بتاعي الاول يا جماعه احوله ستاتيك وبعدين اطبق حكايه البورت سيكيورتي. طب تعالوا نجربها كده. يعني لو فتح الباكت تريسر اهو وقاعد على السويتش بتاعي اهو، هذا الباكت تريسر اهو، وده سويتش عندي اهو تمام، وجيت على جيت انا عايز اطبق بورت سكيورتي، فقمت عامل ايه؟ داخل على الجلوبال كونفيجريشن بتاع السويتش اهو، انيبل كونفيجر تيرمينال اهو، انترفيس فاست زيرو على واحد مثلا. الكوماند بتاع البورت سيكيورتي لما بتشتري السويتش بيبقى ديسيبل باي ديفولت، يبقى الكوماند بتاع البورت سيكيورتي بيبقى ايه؟ مقفول على البورت. فلازم انا الاول اقول له ايه؟ سويتش بورت سيكيورتي عشان افتحه، انتر. عشان بيقول لك ايه؟ الكوماند ريجكتد، الكوماند اترفض. طب ريجكتد ليه يا جماعه؟ اصل البورت زي احنا خدنا امبارح باي ديفولت حالته دايناميك اوتو، وما ينفعش البورت سيكيورتي يتطبق على بورتات حالتها دايناميك، لازم يتطبق على بورتات حالتها ايه؟ اكسس. حلو كده؟ فالاول لازم احول البورت لبورت ايه؟ سويتش بورت مود اكسس. هذا اول خطوه ايه؟ يبقى لازم ان البورت اللي يتطبق عليه بورت سكيورتي يبقى حالته اكسس. وانا ما اعرفش اطبق اصلا البورت سكيورتي على البورتات اللي ما بين السويتشات وبعضيها، يعني ما اعرفش اطبق الكوماند ده على الترانك. ده شيء طبيعي، انا بطبقه على البورتات المتوصله باجهزه مين؟ اليوزر. صح كده؟ يبقى الاول حالتها اكس وبعدين اطبق البورت سكيورتي، اقول له بورت سكيورتي. كده انا اكتفت البورت سكيورتي. عايزين بقى ناخد البورت ده يا عم رضا نربطه بالماك ادرس اللي متوصل بيه. يعني اخد الماك بتاع الجهاز اهو، هجيب ماك بتاع الجهاز اهو، هجيب جهاز اهو، وهاجي اخد الكابل بتاعي اهو، عايز السويتش البورت ده اهو ما يتوصلش عليه غير الجهاز ده اهو، نقفله على الجهاز ده. اعمل ايه؟ فاجيب الماك بتاع الجهاز. هو انا كنت بجيب الماك ازاي؟ من اي طريقه بقى؟ لو انا في الحقيقه هجيبه كده اوبن نتورك اند شيرنج سنتر لوكال اريا كونكشن ديتيلز اهو يا معلم الماك اهو، او من على الدوس سي ام دي واقول له ايه؟ جيت ماك اهو، جاب لك الماكات بتاع كروت الشبكه بتاعتك كلها. عايز اعرف انهي كارت منهم، اعمل ديسيبل لكل واسيب مثلا اللي شغال، اعمل ديسيبل لكروت الشبكه منين؟ من جوه من هنا كده كنترول بانل اهو، فين النتورك اند شيرنج سنتر؟ ادي النتورك اند شيرنج سنتر اهو، لوكال اريا لا مانج وايرلس نتورك اسف تشينج ادابتور سيتنج
انا مين اللي شغال عندي دلوقتي اللي هو الكارت اللي هو بكابل ده، فهعمل بس كليك يمين ديسيبل على ده وديسيبل على ده، كل كروت الشبكه في كل كارت من دول له ماك. انا عايز اعرف مين الماك بتاع الجهاز اللي شغال، الكارت اللي شغال اهو، واعمل جيت ماك بعد كده بقى. تعال نجرب كده اهو، ده الماك اللي شغال بتاع كارت الشبكه بتاعك اللي هو الواير اللي شغال، صح كده؟ كل دول كروت شبكه عندك على الجهاز. شوف انا عندي كام كارت اهو، كارت الواير وكارت البلوتوث وكارت الوايرلس والكارت بتاع اليو اس بي مودم اللي هو بتاع اتصالات ده، وكروت فيرتشوال انا كنت مسطبها عندي على الجهاز. فانا عايز اعرف الماك انا واحد فيهم، لا اما من هنا على طول، ما هعرف منين اصل كلهم على بعضيهم، هعرف منين؟ ممكن اعرف من هنا على طول اهو، بلاش اللفه دي، اللوكال اريا كونكشن وديتيلز، هو ده اللي شغال، ده اللي شغال عندك. انما لو انت عايز تجيبه من الكوماند من جوه مش هتعرف. حلو يا شباب كده؟ طيب عايزين بقى نجيب الماك في الباك تريسر، بنجيبه ازاي؟ الماك بتاع الجهاز ده دبل كليك عليه، كونفيج كارت الايثر نت اللي هو الكارت بتاع الشبكه، اهو دي الماك اهو. لما بتعمل جيت ماك، مايكروسوفت بتجيب لك الماك كل رقمين ما بينهم داش، سيسكو بتجيب لك كل اربع ارقام ما بينهم نقطه. هتفرق معاك في حاجه؟ هم 12 رقم. حلو الكلام؟ هاخد الماك بتاع الجهاز ده كوبي، واقوم عامل ايه بقى؟ داخل على السويتش وانا جوه البورت، انا جوه البورت يا جماعه اهو، انا جوه البورت اهو، اي اف يعني جوه البورت اهو، سويتش بورت بورت سكيورتي ماك ادرس، واديله الماك ادرس اهو. انا رضمت كده البورت ده بالماك ده، خلاص نفذت تمام. لو شغلت على اي جهاز ثاني مش يقفل البورت، يقفل خلاص، البورت ده بقى متسجل قدامه الجهاز ده، قفلته على الجهاز ده خلاص تمام. تعال ناخد الكوماندات كده ونحطها في النوت باد وشوفها كده، لا عشان ما حدش يشيل جهازه، الموظف عندك في الشغل يشيل جهازه ويحط اللاب بتاعه مثلا اللي مليان بلاوي من البيت، فيدمر لك النتورك بتاعتك كلها. الايبي لو انت عايز تغيره غيره، انما طبعا في السيستم ممكن نقفله كمان، يعني في كورس السيستم مش هنخلي الموظف حتى يغير الاي بي اهو. تاني بقى، يبقى انا اول حاجه عملتها يا شباب، الاول اول لازم بس الكوماند ده لان ده مهم جدا، الاول اول ما اخش على البورت احوله لمين؟ لاكسس. يبقى البورت سكيور ده ما بيطبقش غير على البورتات اللي حليتها ايه يا شباب؟ اكسس. وبعدين اكتف البورت سكيورتي، اعمل له انيبل لانه باي ديفولت بيبقى ديسيبل، فلازم يا عم باسم اكتب سويتش بورت بورت سكيورتي، وبعدين اكتب سويتش بورت بورت سكيورتي الماك ادرس، وادي له الماك بتاع الجهاز اللي انت عايز تردمه بالبورت ده. حلو الكلام كده؟ طيب تعالوا نجرب كده. الاول في عندنا جدول اسمه ماك ادرس تيبل، بنجيبه ازاي؟ شو ماك ادرس تيبل. قال لك والله في ماك متوصل بالبورت رقم كام؟ 0 على 1 بس حالته يا معلم. شكرا. كان زمان بيجي لنا دايناميك وكان بيتشال بعد كام ثانيه؟ بعد 300 سنه. ده ستاتيك مش هيتشال خالص، الا لو انت رحت شلته بايه؟ بايدك، تحط كوماند نو قبل الكوماند بتاعك. كوماند نو قبل ايه يا جماعه؟ الكوماند بتاعك، تمام كده؟ فكده حاله الماك عندنا ايه؟ ستاتيك دلوقتي. طيب راح مين؟ راح احمد جاي شايل الجهاز بتاعه اهو، جايب اللاب بتاعه من البيت او اي جهاز تاني، وراح شايل الكابل من هنا وحطه هنا. حلو الكلام؟ لسه على فكره سويتش ما حسش بالماك ان اتغير. راح حاطط لي ده اي بي اهو، الجهاز هو اي اي بي وليكن زي الاي بي اللي فات بالظبط اهو، 1 2. وراح باعت باكت كده ايه؟ اوبا، اول ما بعت ايه اللي حصل في البورد؟ لا ايه اللي حصل يا جماعه؟ قفل خالص. طب قفل حصل له ايه يعني؟ البورت بتاعك اول ما بيحس ان الماك اتغير غير الماك اللي انت عامله، بيخش في وضع اسمه الايرور ديسيبل، بيخش في وضع اسمه ايه؟ ايرور ديسيبل اهو.
بيقفل بيحصل له شوت داون. لا ده انت كمان لو عندك لوك سيرفر، لو عندك حاجه اسمها اس ان ام بي سيرفر فاكرينها، الايرور ده هينبعت لك عليه، السويتش هيفضحك فهيبعت للادمن الايرور ده، هيقول لك في الساعه الفلانيه الماك ادرس انت كنت مظبطه على السويتش الفلاني اتشال وتحط مكانه ماك ادرس جديد. هل تحاول النوايا بالظبط كده على مين؟ على اللوك سيرفر. ده لو انت عندك لوك سيرفر حلو الكلام، انت مظبط عندك في الشركه لوك سيرفر زي ما هناخد ان شاء الله في الوان. طيب عشان اعدله بقى ارجعه تاني، هو طبعا الموظف هيتصل بيك عايز بقى ترجعه له تاني، الايرور ديسيبل ده بيصلح تاني ازاي؟ الايرور ديسيبل ده عشان يفتح لازم ان انت كادمن تخش تعمل للبورت شوت داون ونو شوت داون. لازم يا عم انت ما نعمله نو شوت داون وخلاص، لا لازم الاثنين يعملوا بس ورا بعض. بعد ما ترجع الجهاز تاني ما انت لو سبته على الاولاني هيلبس تاني بالظبط كده، بس لازم ان انت تخش ريموتلي من بعيد على السويتش وتعمله شوت داون او نو شوت داون. طب لو عايزه يروح ومجرد ما يرجع للماك تاني اللي هو الاصلي موجوده بقى دي تمام، بس ده الديفولت بتاعه يا عم رضا. تمام هو رضا بيقول ايه؟ طب ما ايه يا جماعه، طب ما نرجع لاول ما رجع جهازه الاصلي يشتغل بلا وجع دماغ موجوده، ويبعت لي برضه رساله او ما يبعتليش يا عم مش عايز رسائل، اهم حاجه نفس اللي في دماغي وخلاص شغال موجود ده، بس ده الديفولت بتاعه. ده الديفولت بتاعه يعني ايه؟ اول ما حضرتك تحط الجهاز الجديد البورت يقفل ولازم انت تفتحه مانوال بايدك. تمام؟ لسه بقى ناخد الحالات الثانيه دي. طب اتاكد منين ان هو حصل كده؟ الادمن طبعا هيخش من بعيد وهيعمل كده. انت يا عم رقم البورت بتاعك كام؟ 0 على 1 ماشي. هيقوم عامل شو انترفيس انت ما انتش عارف ايه اللي حصل. فاست 0 على 1. اول ما تعمل شو فاست 0 على 1 كاتب لك ايه تحت؟ ايرور ديسيبل. الهاردوير بتاعنا الجهاز بتاعنا مربوط بالماك ده وحط ماك غير ده. عشان اجيب رقم البورت المفروض حاجه تكون سجلها عندي بقى مثلا مثلا مسجل عندك، هو ذات نفسه يقول لك رقم البورت عنده في اول بورت ولا ثاني بورت ولا ثالث بورت ولا ايه بالظبط. او اعمل لهم يا عم شو انترفيس كلهم على بعضهم يجيب لك كل البورتات واعرف مثلا وتعمل فيهم الايرور ديسيبل عنده لو مش منور عنده. حلو الكلام كده اهو، شو انترفيس واسم الانترفيس اهو كوبي عشان اتاكد ان هو دخل في الايرور ديسيبل. الكوماندات بتاعه الترابل شوتنج دي مهمه، اللي هي بدايتها شو في الامتحان بيجي اربع اسئله عملي، هما اللي بيجوا في الامتحان ثلاثه منهم ترابل شوتنج واحد كونفيجريشن، ثلاثه بتستخدم فيهم شوهات وبعدين تقول ايه الغلط اللي حصل في اختيارات وواحد بس كونفيجريشن، فالشوهات دي لازم تكون في جيبك. تمام كده. طيب في كوماند تاني ترابل شوتنج للبورت سكيورتي اسمه شو انترفيس بورت سكيورتي او شو بورت سكيورتي. تمام وينتر. اول ما تقول له شو بورت سكيورتي هيقول لك والله البورت 0 على 1 محطوط عليه بورت سكيورتي، وهو ايه حالته دلوقتي؟ شوت داون. طب انا عايز انوره بقى خلاص بقى اعمل ايه؟ هقوم داخل كونفيجر تيرمينال انترفيس داخل على البورت 0 على ايه؟ على 1. حاسب يا عم لازم الاول ترجعه القديم زي ما كان، اهو فين الجهاز القديم اهو رجعه الاول زي ما كان وهتشغلوه الجديد لسه لا قادم فيه، ما هو برضه السويتش هيحس يقوم قافل تاني. تمام اهو انا رجعه للقديم وبعد كده تنفس بقى الله يكرمك وبعدين نعمل شوت داون ونو شوت داون كده يقوم معاك بقى اهو كوبي كده نحط ده في نوت باد عشان تبان معانا في التسجيل اهو. تعال نشوف كده بقى البورت رجع ولا لا اهو بقى خلاص اورا 30 ثانيه وهتلاقي ايه صح كده 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 البورت بتاع السويتش يقعد 30 ثانيه على ما يقوم خلاص قام اهو. في كوماند كمان اللي هو بتاع الشغل حاضر تمام ها لحد كده في مشكله. طيب رضا كان السؤال بتاعه بقى ايه بيقول ايه؟ بيقول يا جماعه عايزين الراجل اول ما يشيل الكابل
ويحط في الجهاز الجديد البورت يقفل. رجع القديم البورت يشتغل تمام. لو ايه بالظبط يشتغل من غير ما يجي لي بقى، مش كل شويه انا كده كده بيتصل بيا واقدم ورق للاداره والاداره ما بتعملش حاجه. انا عايز اطبق الحاجه بتاعتي من غير ما ارجع لحد. حلو، نعمل ايه؟ قال لك يا باشا في كوماند اسمه فيوليشن. اسمه ايه؟ فيوليشن. فيوليشن يعني حد كسر القاعده. فيوليشن، الفيوليشن دي لها ثلاث حالات. لا اما فيوليشن شوت داون، وده الديفولت بتاعنا. يعني ايه شوت داون؟ يعني البورت بتاعك يقفل ويخش في الايرور ديسيبل، ولازم انت كادمن عشان تشغله تعمل ايه؟ شط ونو شط. ده الديفولت. بس خد بالك يا معلم، بيبعت لك ايه؟ لوج. يعني ده لو انت عندك سيرفر للوجات يبعت لك لوج الاولاني ده، وده الديفولت يا عم احمد من غير ما انت تكتبه. طيب الحاله الثانيه ممكن تكتب بروتكت، فيوليشن بروتكت. يعني ايه بروتكت؟ يعني البورت بتاعك هيبقى شوت داون، بس اول ما الراجل يرجع الماك القديم يحصل له ايه؟ اوتو نو شوت، يفتح لوحده اوتوماتيك ومفيش لوج. انا اساسا ما عنديش في الشركه لوج سيرفر، ما عنديش سيرفر بجمع عليه لوجات، فاستخدم ده. طب انا عايزه اول ما رجع الجهاز القديم يشتغل بس يبعت لي ايه اللي حصل. انا عندي لوج بس يشتغل اوتوماتيك لوحده. اه بالظبط كده. ده حاجه تانية اسمها ايه بقى؟ ريستريكت، زي البروتكت بالظبط، بس الفرق ما بينهم ان ده بيبعت ايه؟ لوج. ده في كوماند اسمه فيوليشن، المفروض انا اكتبه بعد ما بعمل البورت اثبته بالماك. اكتب انا الفيوليشن ده واقول له انت تعمل ايه بالظبط. احنا ما كناش كتبناه المره اللي فاتت، ده كان شغال على مين؟ على الشوت داون. تيجي نخليه بروتكت كده ونشوف الحاله تمشي ازاي. تعال نخليه بروتكت. هاجي على الراجل ده اهو، انا خلاص كاتب البورت الايه، الكوماندات بتاع البورت سكيورتي. كل اللي انت هتزوده هتزود كده، سويتش بورت، بورت سكيورتي، فيوليشن، بروتكت. بصوا شلت الكابل من هنا لحد هنا، بصوا هيخضر والله بس مش شغال. عايز اثبت لكم ان هو مش شغال اهو. هي دي بقى حلاوه البروتكت والريستريكت يا معلم. اساسا اليوزر لما يبص للسويتش بيلاقيه شغال كان مفيش حاجه حصلت اهو. ده نحط له بس اي بي ونخليهم يكلموا بعض كده، وقابلنا ان حد يكلم حد. ثلاثة اهو، بص كده. لو الجهاز ده بعت باكت لهنا سيميوليشن كده، يلا يا عم. ايه ده؟ هي الباكت بتروح فين؟ اول ما تروح للسويتش بتروح فين؟ ده بيرميها يا عم اهو. كل مره يعمل ارب. ايه ده؟ ده مش شغال، واليوزر قاعد مش عارف ايه اللي بيحصل. يعني اللمبه حتى بتاع السويتش منور اخضر، اللمبه هناك على فكره منور احمر. في الوضع الاولاني اليوزر بيعرف، لو بص للسويتش هيعرف، انما ده اليوزر مش عارف اساسا ايه اللي بيحصل. طب رجع الكابل بقى القديم كده وحط له اي بي بس عشان يكلم زميله اليمه الثانيه. يلا يا عم ثواني بس اللمبه تنور، او اعمل لها كده عشان تنور اهو. شغل بقى ده، خليه يبعت لي ده. لا يا عم شغال اهو. فاليوزر هيتجنن بقى اهو. طب هات الكابل حطه هنا، ونفس الاي بي والله. ارجع يا عم، خلي ده ايه بس على شبكه. شبكه واحده ازاي؟ هو ده الاثنين على شغل. يا باشا ده الاثنين نفس الجهاز. نفس الجهاز. هو خد جاب اللاب بتاعه من البيت ودخل شاف الاي بي بتاعه عشان يحط له نفس الاي بي وكل حاجه عملها. شكرا. بالظبط كده اهو. حلو الكلام كده؟ اهو الراجل ده هيبعت باكت لده. شكرا، فيلد اهي.
رجع الكابل تاني زي ما كان فاست فورورد اهو الراجل ده هيبعت باكت لده سكسسفول. عرفنا الفرق بين البروتكت والشوت داون؟ الريستريكت زيها بالظبط بس الفرق ما بينها وبين البروتكت ايه؟ تبعت لك لوك. طب يا معلم بقى انا عندي في الجامعه 2000 موظف اخش على بورت بورت اربطهم كل بورت بالماك اللي متوصل بيه قصه كبيره جدا صح؟ طب دول لو خمس ست اجهزه ماشي هعملهم انما لو عندي بقى سويتش فيه 48 بورت ده من سويتش واحد 10 15 سويتش هقعد اخش على كل بورت بورت واروح ادور على الماك بتاع الجهاز واربطه بالبورت موضوع تقيل. وعلشان كده عملوا الحاجه الثانيه اللي اسمها ايه بقى؟ احنا خلاص خدنا البورت سيكيورتي، حد عنده مشاكل فيها؟ حاجه ثانيه اسمها هنخلي السويتش يتعلم الماك اللي متوصل بيه اول مره لوحده بس لما يجي يخزنه يا معلم يخزنه ايه؟ ستاتيك. يبقى هو يتعلم لوحده الاول ويجيب الماك هو لوحده ويخزنه عنده ستاتيك. لا كمان انا مش هخش على بورت بورت، انا هعمل حاجه اسمها رينج من اول البورت الفلاني لحد البورت الفلاني بالظبط كده. بص كده بص كده هنيجي اهو انا عايز كل بورت عندي هو الفيروس بهدر الجهاز. انا عايز كل بورت عندي فاخش على سويتش اهو انيبل كونفيجر بيرمنت في كوماند اسمه انترفيس رينج والكوماند ده موجود في السويتش بس مش موجود في الراوتر. من اول فاست ايثرنت 0 على 1 لحد ال 10 يعني اي كوماند هينكتب دلوقتي هينكتب على البورتات ايه؟ من 1 لحد 10 بس اهو انتر شغل عليهم البورت سكيورتي سويتش بورت بورت سكيورتي. ايه يا عم ده؟ قال لك كل البورتات دي دايناميك ما ينفعش الاول حولها لايه؟ لاكسس اهي اهو وبعدين سويتش بورت بورت سكيورتي وده عندنا سويتش بورت بورت سكيورتي ماك ادرس ستيكي. ايه كلمه ستيكي دي؟ كل بورت يروح يجيب الماك اللي متوصل بيه ويخزنه عنده ستاتيك. انهي ماك يا عم؟ اول ماك. واول ماك ده هو هو الجهاز بتاع الشركه او الجهاز بتاع الكليه. اول ماك يتوصل بالبورت يوم البورت واخده اوتوماتيك ومخزنه عنده. طب لو حد بقى وقع والله لو حد شال الماك ده يبقى سويتش بورت فايوليشن بورت سكيورتي فايوليشن خليها ريستريكت على حسب ما انت عايز بس يا سيدي. يبقى كل ما توصل جهاز من بورتات من 1 ل 10 البورت ياخد الماك يخزنه عنده ايه؟ ستاتيك. اول ماك بس. ها؟ حلوه القصه كده لحد دلوقتي؟ طيب انت عامل له ريستريكت صح؟ على حسب بقى ما انت عامل فيوليشن، عامل ريستريكت هيبعت لوج، عامل بروجكت مش هيبعت لوج، عامل شت داون هيقفل ويبعت لك لوج. حلو كده؟ انا عامل فيوليشن تحت اهو انا محدد اهو. طيب تعالى ناخدهم كده كوبي ونحطهم فين؟ في النوت باد اهو. هو رفضني ليه يا جماعه دول؟ علشان ما كنتش لسه حولت الاكسس اهو. قال لك من 0 1 لحد 10 دخل جوه الرينج اهو. يعني اي كوماند بعد كده هيتطبق على مين؟ على البورتات دي. ها وبعدين ايه؟ اهو. حلو كده؟ في حد عنده مشاكل كده في الكوماندات دي كده؟ سويتش بورت بورت سكيورتي سويتش بورت
بورت سيكيورتي ماك ادرسز تيجي سويتش بورت بورت سيكيورتي فيوليشن ريستريكت. احنا عملنا الاكله دي فيوليشن ما اصل لو ما عملتهاش بيشتغل على الديفولت. أيوة. اللي هو الشت داون يعني اي لو حد فيهم غير الماك بتاعه غير الجهاز البورت يقفل ولازم انت تخش من بعيد تعمله شت داون ومو شت داون. عملت ريستريكت ليها ابو حميد زي البروتكت بالظبط البورت يقفل بس لو رجع جهازه القديم يشتغل اوتوماتيك بس يبعت لك لوج ايه اللي حصل. تمام يبقى البروتكت والريسيت هما الاثنين زي بعض بس واحده تبعت لك رساله والثانيه لا. في مشكله كده عند حد؟ طيب في مشكله ثانيه وقفت قدامهم قال لك ان احنا عندنا كل موظف هي من السويتش لليوزر بس لليوزر ما عشان كده طبعا الاكسس بس في السيرفر مثلا بيخش على الاول يعني لا لا خالص اللي انت بتتكلم عنه ده اسمه ريديا سيرفر بقى حاجه اسمها ريديا سيرفر مش في الكورس ده لا السيرفر اللي بيجمع اللوجات اسمه الاس ان بي سيرفر تمام كده فانت لو عايز تجمع لوجات بتعمل اس ان بي سيرفر عندك في الشركه تمام ها مش هيجي لك اللوج هيطلع في البفر بتاع السويتش وتخش بقى المطلع على كل سويتش. هو الاس ان بي سيرفر ده معناه ايه؟ معناه بدل ما اللوج يطلع على السويتش ويتخزن في الميموري احوله للسيرفر. تمام بص بص يا حبيبي بص كده هو كده كده كل سويتش بيبقى عليه الرسائل بتاعته بيظهر عليه اللوجات بتاعته بس بتظهر فين؟ في الميموري. تمام كده؟ في الذاكره بتاعته. تمام؟ لما الذاكره بتتملي بيقعد يمسح اللوجات القديمه ويكتب ما بين عليها. تمام؟ طب انا لو انا عندي بقى بتاع 500 سويتش في الشركه عندي المفروض ان انا اخش عليهم ريموتلي واشوف عليهم اللوجات. طب ده كلام صعب بالظبط فانا عايز اجمع اللوجات بتاع السويتشات كلها والراوترات في مكان مركزي. في سيرفر. السيرفر ده اسمه ايه؟ اس ان ام بي سيرفر. لو انت ما انتش عامله اللي كل واحد يطلع اللوج بتاعه في الميموري بتاعته بس كده هيجي على السيرفر وانت اللي هتقول له ده انت لسه هتروح تقول للسويتش لما تيجي تطلع اللوج ابعته للسيرفر الاي بي بتاعه كذا كذا. واحنا ممكن نعمل السيرفر هنا ونحكي عنه هنا السيرفر ممكن طبعا ممكن نعمله هنا ونشوفه هنشوفه في الشابتر ان شاء الله في الفلوين وهننزل سوفت وير بيعمل الكلام ده ويتحكم في الاجهزه في جاي يعني ان شاء الله. تمام كده ها في مشكله كده عند حد كده في مشكله؟ طيب قال لك في مشكله تانية هتظهر لنا في البورت سيكيورتي ان احنا عندنا الموظف في البنك بيبقى البورت بتاع السويتش واصل بعد التليفون اللي احنا خدناه امبارح اي بي فون وبعدين متوصل بجهاز الموظف. طب عدة التليفون لها ماك صح كده والجهاز الموظف له ماك طب ما كده البورت ده هيبقى عليه اتنين ماك مش ماك واحد فكده واحد فيهم هيشتغل والتاني هيفصل. لا ده ساعات انا بوصل بالبورت بتاع السويتش اكسس بوينت اهي اكسس بوينت اللي هو وايرلس يعني عايز اتحكم في عدد اليوزر اللي ممكن يخشوا على الاكسس بوينت لان ده له ماك وده ماك وده ماك وده ماك وده ماك كلهم هينقروا على البورت ده صح كده؟ فانا عايز اتحكم في الماكسيمم يعني ما اخلوش ماك ادرس واحد لا اخلي كل بورت يتعلم اتنين ماك لا اخلي كل بورت يتعلم 10 ماكات فقاموا عاملين كوماند جوه البورت يا جماعه اسمه الماكسيمم اهو. طب ده مش هيبقى ايه؟ اخليه ستاتيك بقى؟ ما انا هقول لك اهو لو انا عملت سويتش بورت بورت سكيورتي ماكسيمم 2 كده كل بورت هيتعلم كام ماك؟ 2. طب لو انت كتبت كلمه ستيكي معاهم في الاول يبقى هيتعلم اول 2 يا معلم. طب لو انت عايزهم اي 2 ما يكتبش كلمه ستيكي. ستيكي ديت معناها ايه؟ اول 2 ماك. الله يكرمك. يبقى لو كتبت ستيكي مع الماكسيمم يبقى هيجيب لك العدد اللي انت كتبته بعد الماكسيمم واوله اول عدد. طب لو انت عايزهم ايه؟ انا فاتح يا عم قهوه يا عم وعامل سويتش واكسس بوينت وعايز ماكسيمم كده انا ما عنديش غير 50 كرسي هم اللي يخشهم فاكتب ماكسيمم 50 من غير ستيكي. بس
عشان يخرج واحد يخرج التاني يخش خلاص هو ملهاش رقم معين ملهاش رقم معين زي ما انت عايز ها مستقل مش هيبقى مش هيبقى الوضع ده كله بتاعه مش هيبقى ايه اللي هو يعني ساعه لما حد يخرج الماكن ده يقفل لا ما يقفلش هو اهم حاجه عنده الماكسيمم 50 50 استجري يا محمد بتلقط لك اول 50 ماك حلو طيب ديت الماكسيمم اهو لو جينا بصينا كده قلنا ازاي السويتش بتاعنا بيتعلم نعم طب دلوقتي احنا حضرتك قلت ان اصلا البيفوت بتاعه اساسا بيعمل شت داون شت داون دلوقتي انا حددت له 50 ماك اه تمام ال 50 ماك دول بحدد لهم يعني يتغيروا كل شويه يعني يتغيروا بالظبط بس ما تسيبوش بقى على الشت داون خليه بروتكت بروتكت تمام كده بروتكت معناها ايه هو مش هيقفل هو هيمنع الراجل اللي جاي هيمنع الراجل الماك زياده تمام كده بس ماكسيمم كام 50 لكن لو مثلا 50 واحد وقع منه اللي يخش مفيش مشكله ايه بالظبط لو انت ما جبتش كلمه ستيكي تمام كده طيب خدنا ازاي نربط البورت بتاعنا بالستاتيك ماك خدنا ازاي نخلي البورت يتعلم الماك لوحده بس يخزنه ستاتيك صح كده اللي هو كلمه ايه ستيكي خدنا ازاي يا شباب الماكسيمم ان البورت لوحده نعمل له الاول اكتر من ماك خدنا الفايوليشن ان كل لما القاعده اللي انت كتبها تتغير ايه اللي يحصل شت داون معناها يقفل ولازم انت تخش تعمله شت داون ومو شت داون ريستريكت معناها يقفل ويفتح اوتوماتيك بس يبعت لك لوج بروتكت معناها يقفل ويفتح اوتوماتيك بس ما يبعتش لوجات حد عنده مشكله في البور سكيورتي ها يعني هيقفل وهشغل الجهاز اللي انا غيرته قول قصدك على ايه قصدك على البروتكت مثلا وريستريكت الاثنين زي بعض تمام وحطيت جهاز جديد صح الجهاز الجديد مش هيشتغل طب شلت الجهاز الجديد وحطيت القديم البورت يشتغل ده هو على وضع ثاني ماشي البروتكت والريستريكت بس ايه الفرق ما بينهم بقى البروتكت ما بتبعتش اي رسائل لكن الثانيه ماشي بتبعت بتقفل لا الشطاب بتقفش بقى حتى لو وصلته ثاني برضه لو شلت الجهاز الجديد وحطيت القديم هو قفشت خلاص لازم لو ولا ده يشتغل ولا ده لازم اتصل بالادمن يخش من بعيد يفتح لك شط داون ومش شط داون مش لازم طبعا كده انا افهم حلو كده طبعا لازم انت مش هنسجل وقت يعني طبعا لما الناس تطلع على السجل لو عايزين نعمل مثلا ايه لو ما تكونش ايه؟ ما الناس تطلع على سيرفر الجامعه سيرفر الجامعه احنا مالناش علاقه بيه تمام لو انا مثلا هجيب كيس وعملها سيرفر يلا عشان نقفله كنا خدنا المره اللي فاتت يا جماعه قلنا الفرق ما بين الباندويت والثروبوت والجودبوت والكلوك ريت ايه الفرق ما بين الاربع حاجات دول بصوا يا شباب الباندويث دي ما هي السرعه دي الكباستي بتاع اللينك يعني ايه الكباستي يعني اللينك بتاعك ده هيشيل كام بت بالعرض بير سكند كم بت هينقله في الثانية؟ يعني ايه؟ منتهى البساطة يقول لك انا عندي شارع الشارع دوت اربع حارات اهو اتنين رايحين واتنين راجعين يبقى البندوث بتاع الشارع ده قد ايه؟ اربع عربيات في الثانية يعني عنده استعداد في نفس الوقت ينقل اربع عربيات جنب بعض صح كده؟ هو ده نفس الموضوع البندوث اللي هو عرض الشارع الكابل ده هو بيشيل 100 ميجا يعني بيشيل 100 ميجا بت بير سكند مع بعض في نفس الوقت انا اتكلمت على سرعه انا ما اتكلمتش على سرعه طب ال 100 ميجا دول بيبقوا مقسومين اتجاهين اتجاه داونلود يعني جاي لك من السيرفر جاي لك واتجاه ابلود يعني طالع منك رايح للسيرفر زي الشارع بالظبط اهو حلو الكلام الاي دي اس اللي مش متساويين هنتكلم عليها بعدين ان شاء الله يعني احنا ممكن نتحكم ان هم متساويين ولا لا تمام كده طيب الثروبوت بقى يا معلم الثروبوت يعني ايه الثروبوت جه رضا يبص في الشارع لقى دلوقتي اللي ماشي فيه ثلاث عربيات احمد هو عنده الكابل بتاعه بيشيل لحد 100 ميجا بس لما جه ياخد السرعه من تي داتا خد 512 حجز 1 ميجا يبقى هو ماشي كام عربيه عربيه واحده في الشارع
يبقى الصروبوت هي الاكشوال باندويث، هي الداتا الفعليه اللي ماشيه دلوقتي. يبقى الفرق ما بين الباندويث والصروبوت ايه؟ الباندويث دي الكونسبت، حاجه ثيوريتيكال. الشارع بتاعي دوت عرضه فعلا 100 عربيه، شيل لحد 100 عربيه، بس هو بيحجز نت وكده حجز 1 ميجا. ده النطاق بتاعي. ايه؟ النطاق بتاعي اللي انا 100 100 ميجا ده النطاق بتاعي الكبير. اه هو مش جاي واخد بس غير 1 ميجا بس. يبقى الشارع بتاعه ده شارع ماشي هيل قد ايه؟ 1 ميجا، ده الصروبوت اللي هو العربيات اللي ماشيه في الشارع. طب الجود بود يا معلم، مش احنا اتفقنا ان كل لاير بتضيف هيدر من عندها؟ ولما انت تستقبل الداتا الهيدر ده بينشال يترمي وخلاص. الجود بود هي الداتا الصافيه بعد ما نشيل الهيدرز والنويز والحاجات دي. مش في باكيتات نويز ماشيه في الشبكه ملهاش لازمه وفي هيدر؟ بعد ما تعمل ريموف للنويز، بعد ما تشيل النويز وتشيل الاوفر هيد، يعني ايه الاوفر هيد؟ الزيادات اللي هو الهيدر يعني. بيقول لك ده الداتا بتاعت اليوزر. يبقى في الامتحان لما يقول لك يوزر داتا او يوزابل داتا، تعرف ان هو بيتكلم على مين؟ الناس اللي راكبين العربيات. وانا هممنا العربيات مش العربيات دي للروبوت. الناس اللي راكبين العربيات دول بعد ما يوصلهم هم دول الجود بوت بتوعي. يبقى لو خدنا الطريق بالله يكرمك خدنا الطريق تمام كده، ده اللي هو الباندويتس. العربيات اللي ماشيه في الطريق دلوقتي هي الصروبوت. البني ادمين اللي راكبين الاتوبيسات بقى بعد ما يتنقلوا هو ده الجود بوت. انت عشان تنقل فيلم مثلا نقلته في قد ايه؟ ده الجود بوت. طيب يا معلم الكلوك ريت دي السرعه، مش العربيات دي ماشيه في الشارع بسرعه؟ كم قلب 0 و1 في الثانيه؟ مش هو اصفر وحايد بتمشي بسرعه وحايد؟ طب الصفر وواحد صفر وواحد صفر وواحد كده هي بتقلب كام صفر وواحد في الثانيه؟ ده الكلوك ريت. يبقى الكلوك ريت ده ايه يا جماعه؟ سبيد، ده السرعه. حلو الكلام كده. الباندويث والكلوك ريت والجود بوت والثروبوت كلهم بينقاسوا بوحده تخزين اسمها البيت بير سكند. البيت بايه؟ بير سكند. كام زير وواحد هنقلهم في الثانيه؟ وبعد البيت بير سكند لما خلصت عملوا حاجه اسمها الكيلو بيت بير سكند. مفيش بايت هنا يا حبيبي، ده مش وحده تخزين، ده سرعه. الكيلو بيت بير سكند مش 1024، لا 1000 بيت بير سكند. يبقى لما باجي اتكلم على الباندويث بتكلم بالبي سمول. بي سمول اللي هي بيت مش بايت. هناك وحده تخزين بيت بايت، البايت 8 بت، كيلو بايت هتلاقي البي كابيتال، انما سرعه لا بالبيت. تمام. طيب الميجا بت بير سكند، يقول لك انا واخد 1 ميجا يعني كام؟ 1000 كيلو بت بير سكند. طب لو عايز احولها للبيت اضربها في كمان 1000 صح؟ الجيجا بت بير سكند اللي هي كام؟ 1000 كده بقت ميجا. لو ضربتها كمان 1000 بقت بايه؟ بالكيلو. لو ضربتها كمان 1000 بقت بايه؟ بالبيت بير سكند. صح؟ تمام. دي وحدة التخزين والفرق ما بين الباندويتس والصروبوت والجودبوت والكلوكريت. في حد عنده مشكلة كده؟ طيب نقفل الفيديو ده عشان نفتح فيديو غيره.